ثم مرحبا بكم متابعي قناة فلوغ ابتونو في فيديو جديدة. كما العادة قبل ما نبداو ما تنسيوش باش تعملوا ابوني على شان اليوتيوب نتاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدة. اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثوه لنا على الفاش فيسبوك لافالوغ ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavalogabsolu.com. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا التمرين الثاني والثالث من مناظرة ختم التعليم الاساسي دورة 2012. نبداو نقراو نص التمرين. يتم هضم الأغذية داخل القناة الهضمية على مراحل، فتتحول هذه الأغذية بمفعول العصارات الهضمة إلى مغذيات خلوية ويقع امتصاصها في مستوى الأمعاء الدقيقة. أكملوا تعمير الجدول التالي. إذا أعطانا جدول واحنا باش نكملوا بما يناسب. سؤال ثاني، عرف الامتصاص المعوي. والسؤال الثالث، أكمل الجملتين التاليتين. ينقل الجلوكوز الممتص إلى الأوعية واحنا باش نكملوا، وتنقل الدهنيات الممتصة أساسا إلى الأوعية واحنا باش نكملوا. إذا باش نبداو بالسؤال الأولاني باش نكملوا تعمير الجدول. إذا الغذاء الأول هو النشاء، أعطاني موقع الهضم اللي هو الفم، واحنا باش نكملوا بالعصارة الهضم. إذا بالنسبة للنشاء، تحت تأثير اللعاب يتحول النشاء إلى سكر الشعير، ثم في المعي الدقيق تحت تأثير العصارة المعوية والعصارة المعكلية تتحول السكريات الثنائية إلى سكر بسيط واللي هو الجلوكوز. ثم باش نمروا بالنسبة للبروتيدات، تحت تأثير العصارة المعدية يعني في المعدة يقع تفكيك البروتيدات إلى بيبتيدات وهي بروتيدات صغيرة. ثم في المعي الدقيق تحت تأثير العصارة المعكلية والعصارة المعوية تبسط عديد البيبتيدات إلى أحماض أمينية. وأخيرا بالنسبة للدهنيات، تبسط الدهنيات إلى كحول دهنية وأحماض دهنية، وذلك بمفعول العصارة المعكلية والعصارة المعوية. إذا هذا بالنسبة للجذب. نمر للسؤال الثاني وهو حول تعريف الامتصاص المعوي. إذا الامتصاص المعوي هو مرور المغذيات الخلوية عبر جدار المعي الدقيق إلى الأوعية الدموية أو الأوعية اللمفاوية، وإثر هذا الامتصاص ينقل هذا الجهاز المغذيات إلى كافة الأعضاء فتستهلكها الخلايا. نمر للسؤال الثالث، ينقل الجلوكوز الممتص إلى الأوعية الدموية. إذا كيما الجلوكوز كيما الماء كيما الأحماض الأمينية والأملاح والفيتامينات، إذا هذه تنقل عبر الخلايا الظهرية للخاملات المعوية إلى الأوعية الدموية، وتنقل الدهنيات الممتصة أساسا إلى الأوعية اللمفاوية، يعني الأحماض والكحول الدهنية تنقل إلى الأوعية اللمفاوية. إذا هذا بالنسبة للتمرين الأول. مروا للتمرين الثالث، عند مشاهدة صحبة دموية ملونة لقطرة دم حيوان ثدي بواسطة المجهر الضوئي، يمكن من تعرف على نوعين من الخلايا الدموية. أذكر الهدف من تلوين الصحبة الدموية. السؤال الثاني، سمي نوعي الخلايا الدموية التي يمكن مشاهدتها. السؤال الثالث، حدد دور الخلايا الدموية. السؤال الرابع، يمثل البلازما 55% من حجم الدم. إذا باش نذكروا الفوائد نتاع البلازما. نبدأ بالإجابة. السؤال الأول قلنا ما هو الهدف من تلوين صحبة دموية. إذا لتلوين صحبة دموية وذلك قصد مشاهدة الكريات البيضاء، لخاطر نحن نعرف إن الكريات البيضاء هي شفافة، يعني لازم تلوينها بأزرق الميتيلين وذلك حتى نتمكن من رؤية الكريات البيضاء. السؤال الثاني، الخلايا الدموية التي يمكن مشاهدتها من خلال هذه الصحبة الدموية هي الكريات الحمراء والكريات البيضاء كما تشاهدوا في الصورة. إذا لدينا زوج أنواع من الخلايا الدموية. بالنسبة للسؤال الثالث، سألنا على دور الخلايا بالنسبة للكريات الحمراء والكريات البيضاء. نبدأ بالكريات الحمراء ودورها نقل الغازات التنفسية. إذا تساهم الكريات الحمراء في نقل الغازات التنفسية. أما بالنسبة للكريات البيضاء فهي تساهم في تأمين مناعة الجسم. مروا للسؤال الثالث، قلنا تمثل البلازما 55% من حجم الدم. أذكر وظائفه، يعني إحنا بش نقوم بتعرف على وظائف البلازما.
إذا تؤدي البلازما عدة وظائف نذكر منها: نقل العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، نقل المواد السامة التي تطرحها الخلايا إلى أعضاء الإخراج للتخلص منها، نقل الهرمونات والأنزيمات والأجسام المضادة والفيتامينات، وأخيرا نقل نسبة من الغازات التنفسية. إذا هذا بالنسبة لوظائف البلازما. إذا اليوم قلنا بإصلاح التمرين عدد 2 والتمرين عدد 3 من مناظرة ختم التعليم الأساسي دورة 2012. إن شاء الله تكونوا استفدتم. إذا كان عندكم أي سؤال ولا أي استفسار ابعثوه لنا على صفحة فيسبوك لا فالور أبسولو ولا لو سيت ويب www.lavalorabsolu.com. استنونا في فيديوهات قادمة والسلام عليكم.